وهاد الحسن هذا تصور كنقول له حك ليا نيفي كلاني نيفي ما بغاش يحك ليا. انت الوقيته اللي ضربتيها ما كنتيش عاقله وندمتي وتصلحتي معها الامور، ولكن السبب اخويا هو هذيك الاورغانيزور ما تسميت، حيت انا ما نكذبش عليك انا ما كنشربش ما كنستعملش هذاك السيليسيون ما كنديرش المعجون كنت مع خويا الحشيش. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا القصة ديال أم عائشة اللي شيئا ما متقدمة في السن تعرضت للضرب والجرح من طرف الابنة ديالها اللي في ظرفية كانت فاقدة للأهلية، حاليا معنا المعنية بالأمر اللي هي فاتحة الابنة ديالها. غادي نشوفوا معها مجموعة من النقط في الموضوع. فاتحة كنتي بالصحيحة ديالك، أمور أخرى تكلمت عليها الوالدة وليتي كتكمي، قدرتي ضربيها واخا ما قصتيش، عاودي لي اللي وقع. دابا خويا انا اسمي فاتحة من مواليد 1975 اقطونو حاليا في بلوك واحد رقم 7 قرية الجامعة. خويا المشكل ديالي انايا هو بعد نوبات هاد المشكل كي كنعاني منو ديجا كتجيني هاد الحالة هادي. ودابا كاين انا واحد النهار كنبغي نهرب من الدار ما كيبغيش يجيني النعس في الدار، نقدر واخا نمشي حتى لحدا شي حانوته كاينه في القيصريه وندير كارطونه ونتكا وكتديني عيني. ولكن ما كانش عندك هادشي قديمه فاتحه، ما كانش عندك شحال هادي هادشي، امتى بداك هادشي؟ خويا هادشي هذا بدا ليا خويا مني بنتي خويا ولات تعرض لاغتصابات، بنتي تغتصبات بنتي بزاف تلحمويز ما قنا خويا ما صافي انا وصلت لهنايا غنعجز على الهضره ما غن. عاودي لي على المشكل ديالك مع الام اللي قالت لك مسكينه مرا كبيره اكثر من 80 عام وضربتيها. انا نقول لك اخويا المشكله قالت لهم جيبوها ليا، جات هذيك وحده سميتها مريم مع سميتها وحده لبنى دريه صغيره هزات تربيه، وهاد السيد هذا وقفوا هنايا قالت لهم حكموا ليا شدوها ليا من دارها. هذيك الشده اللي غيشدوا ليا دابا الا جيتي تشوف كتفي غتلقى كاينه شي حاجه خايبه شي حاجه معيقه هنايا، غتلقى هنا شي ضربه كراف كاينه هنايا. المهم علينا دازت هذيك الحادثه عاوتاني شدوني تاني من حدا الجامع ما فهمت انا كيربطوني عيطت على واحد قالت لي هربط ليها رجليها. ولكن هادشي راه من مورا ملي ضربتي ابلاتي، هادشي راه من مورا ملي ضربتيها. لا قبل اولا انا ملي ضربتها. علاش كتقول لهم هي وابلاتي؟ انا ملي ضربتها ردوني 36 شرقيت راسي في 36. علاش ضربتيها انت ما عقلتيش؟ ما عقلتش يا خويا ما كذبش عليك ما عرفتش يا خويا كيفاش يا خويا تهزيت هذاك هزيت وبقيت كنقول في دماغي هذه راه ماشي امي الحقيقيه. مسكينه مرا كبيره وضربتيها الراس ما عقلتيش. هذه راه ماشي امي الحقيقيه، هذه راه عفريته. شي واحد في راسي كيقول لي انها ليست امك، انها تخربقت في راسي انا عندنا الشطرنج ما عندناش الشطرنج. انت الوقيته اللي ضربتيها ما كنتيش عاقله وندمتي وتصلحتي معها الامور. ولكن السبب اخويا هو هذيك الاورغانيزور ما تسميت، حيت انا ما نكذبش عليك انا ما كنشربش ما كنستعملش هذاك السيليسيون ما كنديرش المعجون كنت مع خويا الحشيش. الحشيش وهما راه درت تحاليل وبان ليهم، درت جوج تحليلات ثلاثه تحليلات وبان ليهم وقالوا لي سميتو وهذاك هو هذاك هو هذاك الفاني اللي هي كتبيعه ولا ما عرفتش شنو كدير لي، عطاتو لي عرفتي راه فطين لي خويا. وهاد الحسن هذا تصور كنقول لي حك ليا نيفي كلاني نيفي ما بغاش يحك ليا الحسن خويا، بقيت غير انا وياه كنقول لي حك ليا نيفي. حتى واحد ساكن فوق منا بدا كيقول شي هضره حتى خلي على الله شحال من حاجه كاع ما غنقولها. ولكن دابا كتمشي انت واخا وعاونيني دابا انت اختي فاتحه كتمشي 36 كداوي تما. انا باقا ما مشيتش من النهار جيت منو خاصني نمشي بعدا اصلا ناخذ معدوم دوايه حيت كان بوطني واحد خاينه بوطني واحد تبويطه خايبه بوطني. ان شاء الله ما بقيتيش غتضربيها هي ياك؟ لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، راه هي كضربني هي ولدي وما كنبدا كنقول شو عباد الله اش كيقولوا هي ولدها وبنتها قاتلينا بالعصا. ولكن هذوك راه ولادي هذاك العكاز روحو هذاك العكاز حيدو هذاك العكاز شعلوا فيه العافيه. يعني انت ما بقيتيش غادي تضربيها؟
لا خويا وين عجبنا الشطراجم الله يرقدهم عليا اكثر من ما. شنو الطلب اللي بغيتي انت تطلبي المغاربه يعاونوك عليه؟ قولي الطلب اللي بغيتي. الطلب اخويا بغيتهم يعالجوا لي امي، يعالجوا لي باقي لا شحال من تحليل وشحال من حاجه راسها، يعالجوا لي غير امي اولا راسها، يعالجوا لي ديك الضربه. واصلا ديجا كان ضربه موتور ما درناش لها السكانر، يعالجوا امي يعالجوا غير من ديك الضربه اللي ضربتها. الله يفرج عليك اختي، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، الاخت فاتحة تعاني من المرض النفسي وهي كتمشي ل 36 باش الداوى. الشق اللي بغيت جو المغاربه يتبعوا معايا في الحوار اللي جريت انا وياها، انه الطلب ديالها كتحيل الام، وهذا دليل الحب ديالها للام ديالها، انه لحظه اللي تعرضت الام ديالها للضرب من طرفها هي نيه القصد الاجرامي ما كايناش، لانه الطلب ديالها قلت لك انا تنطلب الله سبحانه وتعالى ومن المغاربه يساعدوا ليها الام ديالي الدواء. هذا كيدل الحب ديالها للام ديالها، لانه هي فاقده للاهليه، وهذا تيعطينا واحد الاطار اخر، انه هذه الفئات اللي كتعاني من هذا المرض الحوار هو صاحب القرار. إلا حاورناهم حتى في التطبيب حتى في المؤسسة اللي مختصة في هذا المجال قدر تكون أمور إيجابية ويعيشوا في المجتمع بشكل طبيعي بدون ارتكاب بعض الأفعال إجرامية أو شيء من هذا القبيل. احنا غادي نوضعوا رقم الهاتف ديال الأم وتنطلب الله عز وجل وجل المغاربة أنه هذه العائلة في الظرفية الحالية تساعدوها وفق المستطاع. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.